طيب هسا بالنسبه للادويه يا جماعه اللي احنا بنستخدمها في السي او بي دي، هسا شو الهدف من الادويه يا جماعه؟ حكينا الهدف من الادويه يا جماعه انه انا اعالج سيمبتومز، لانه هاي الحاله يا جماعه السي او بي دي هي irreversible، ما بقدرش اعالجها تماما، يعني هي يعني يعتبر كرونيك ديزيز. طيب فبيحكي لك هنا بالنسبه للادويه، اول دواء يا جماعه احنا شو مشكلتنا في الـ في الـ شو مشكلتنا في الـ في, الـ في البرونكاي؟ ايش الشيء اللي صاير في البرونكاي؟ ثلاث اشياء، في عندنا انفلاميشن وميوكاس وابستراكشن. طيب فانا بدي ابلش لك في الابستراكشن، كيف بنعالج الابستراكشن هذا؟ بحكي لك اول دواء بدنا ناخذه او اول مجموعه من الادويه اللي هي البرونكودايليترز، الاشياء اللي بتعمل هاي البرونكاي بتعملها دايليشن عشان تستقبل هواء كويس والى اخره. طيب هاي الأجو... هاي الادويه يا جماعه في عندنا نوعين منهم، نوعين اساسيه منهم، في عندنا البيتا 2 ادرينرجيك اجونست، راح ناخذ كمان هنا الماسكارينيك انتاجونست. طيب في عندنا هذول الدوايين الاساسيين. طيب هذول شو وظيفتهم؟ يعني الشيء الاساسي فيهم انهم بيعملوا برونكو دايليشن، بيخلوا هاي البرونكاي تكبر وتستقبل هواء احسن واكثر والى اخره. طيب هسه بالنسبه للبرونكو دايليترز بحكي لك هنا انه انهيلد برونكو دايليترز انكلودن زي ما حكينا البيتا 2 ادرينرجيك اجونست، وكمان في عندنا الانتي كولينرجيك ايجنتس او بسموها كمان مسكرينك، بسموها مسكرينك او انتي كولينرجيك. شو معنى هذول حكينا بيعملوا برونكو دايليشن من اسمهم برونكو دايليترز. بحكي لك هم الشيء الاساسي في السي او بي دي، بحكي لك انه هذول الادويه كمان شو مالهم، يعني ايش الشيء اللي راح ينتج هسه مش هم بيعملوا برونكو دايليشن، فراح يقوم الابستراكشن هذا، فالاير فلو راح يزيد صح، يعني دخول الهواء راح يكون كويس. طيب كمان بحكي لك بيقلل من السيمبتومز، السيمبتومز اللي كانت يعني تظهر لما يكون في عنا obstruction هنا راح يروح، يعني لو كانوا في لما يكون في عنا obstruction هنا في عنا breathlessness والى اخره، فانا هاي الاشياء راح اتخلص منها. طيب كمان بحكي لك هنا decrease exacerbations، كمان exacerbations اللي هم حكينا ظهور مفاجئ للسيمبتومز كمان راح يقل، لانه بعمل برونكودايليشن، فاي سيمبتومز بدها تظهر اصلا لانه فيش عندي اوبستراكشن اصلا عشان تظهر هاي الاكزازربيشنز. بحكي لك انه ذا لونج اكتين برونكودايليترز هسه في عندنا نوعين منهم، خلينا ناخذهم يا جماعه هسه كل هاي الاشياء راح ناخذها لقدام هنا، فندخل في هذول الادويه بشكل سريع. بحكي لك انه هذول الادويه البرونكودايليترز زي ما حكينا في عندنا نوعين، النوع الاول بيتا 2 ادرينرجيك اجونست. طيب شو مالهم هذول؟ هذول بيتا 2 ادرينرجيك اجونست في عندنا نوعين منهم، في عندنا شورت اكتين، يعني ايش عن شورت اكتين؟ يعني ما بيطولوا في الجسم. في عندنا لونج اكتين، يعني بيطولوا في الجسم، بيقعدوا تقريبا 12 ساعه او اكثر. شورت اكتين لما احكي لك شورت اكتين يعني شغلهم بيكون ايش؟ within minutes، يعني بس بيشتغلوا كم من دقيقه وبعدين بيخرجوا من الجسم. طيب هسه الشورت اكتين بيتا 2 اجونست لهم اختصارات هذول الادويه يا جماعه. شورت اكتين من خذ اول حرف من كل كلمه فبتطلع معك ساده. طيب هون خذ حرف من اول من اول كل كلمه بتطلع معك لابا، في عندنا سابا ولابا. لما احكي لك سابا يعني شورت اكتين بيتا 2 اجونست، لما احكي لك طبعا هاي الاس الاخيره است يعني هاي الجمع. كمان بالنسبه هنا لونج اكتين بيتا 2 اجونست اللي هو هاي هون هاي اختصار لونج اكتين بيتا 2 اجونست. هسه الدكتور حكى انه الادويه هاي حفظ عشان انت لانه كمان شوي راح ناخذ يا جماعه بلانز، يعني اشياء خطط معينه عند الاشخاص اللي عندهم سي او بي دي، ايش نعطيهم، ايش الادويه، ايش الكومباينيشن، فلازم تحفظ الادويه حكى الدكتور. طيب فهذول في عندنا نوعين من الادويه، مجموعتين، في عندنا شورت اكتين ولونج اكتين. هسه شورت اكتين في عندنا نوعين او مثالين عليهم، في عندنا الالبيت الالبيو تيرول وفي عندنا ليفا بيوتيرول. هذول البيوتيرول والليفا بيوتيرول شو مالهم؟ استخدموا في الازمه وفي السي او بي دي، هسه احنا بهمنا السي او بي دي، راح ناخذها ان شاء الله في المحاضره القادمه الازمه. هسه سي او بي دي مالهم؟ هذول الدوين شغلهم هنا في السي او بي دي بيكون شورت يعني بشكل سريع وبيكون رابيد كمان سريع. طيب فهذول الادويه يا جماعه لما اخذهم بيكون عملهم شورت، ما بيطولوا في الجسم within minutes، وشو مالهم كمان بيكونوا شغلهم رابيد، يعني الحلو في الادويه الشورت شورت اكتين دراجز انها بيكون شغلها سريع، ما دام شغلها قليل اكيد ما راح تقعد غير دقيقتين في الجسم، فاكيد ما راح والله تاثير يظهر بعد ساعه مثلا، لا فشغلها راح يكون رابيد. طيب فانت استنتاج من عندك انه شغلها بيكون سريع رابيد، فعشان هيك راح ناخذ لقدام انه انا بستخدمها في الحالات الاكيوت، اذا الشخص والله عنده سي او بي دي صار في عندنا مثلا حاله اكيوت اكزازربيشن هيك بشكل فجائي ظهرت عنده الاعراض، فانا بستخدمه هاي الادويه شورت اكتين لانه شغلها بيكون رابيد سريع. طيب وفي عندنا لونج اكتين، لونج اكتين يعني بتطول، يعني لونج اكتين يعني بتقعد فتره طويله، وهاي اللونج اكتين في عندنا عده ادويه عليهم، كم من الادويه يعني في عليها كلام اللي هو هذا فورموتيرول. هذا الفورموتيرول يا جماعه شو الشيء الاساسي فيه؟ طبعا في عندنا هنا سالميتيرول. هسه هذا الفورموتيرول طبعا كلهم يا جماعه حكى الدكتور بشكل عام حفظ لانه كلهم يستخدموا في السي او بي دي. طيب هسه الفورموتيرول هذا ايش ماله؟ الفورموتيرول يا جماعه الحلو فيه انه هذا يعتبر لونج اكتين ولكن شغله سريع،
ماشي. هسه ما دام الدواء والله لونج اكتن يعني بده 12 ساعه ويشتغل في الجسم، فمش مشكله اخذه مثلا، مثلا يعني تقريبا تاثيره يظهر مثلا بعد فتره معينه، مثلا بعد ساعتين 3 ساعات، لانه هو راح يطول في الجسم، انا ضامن انه ما راح يخرج من الجسم، فبعد مش اول ما اخذه بيظهر تاثيره، لانه راح يطول، فيظهر تاثيره بعد مده معينه. ولكن هذا الحلو في هذا الدواء الفورموتيرول شو ماله؟ انه شغله بيكون رابيد، شغله بيكون سريع، ماشي. هذا الشيء المميز فيه، فهو كانه يعني انا دمجت بين الشورت اكتن واللونج اكتن، هذا في هذا الدواء الفورموتيرول. طيب هذا يستخدم في الازمه والسي او بي دي، كمان هذا الدواء سالميترول يستخدم في الازمه والسي او بي دي، والباقي الادويه تستخدم بس في السي او بي دي. طيب هسه هاي يا جماعه البيتا 2 ادرينرجيك اجونست، كيف شغلها؟ يعني هي حكينا الشيء الاساسي فيها انه تعتبر برونكو دايليتر، صح؟ يعني بتعمل برونكو دايليشن، هاي البرونكاي عندي هنا ايش بتعمل فيها؟ دايليشن. طب كيف هذا الشيء؟ طيب هسه هون بحكي لك انه والله شغلها مش بس على البرونكاي، ممكن تشتغل في اماكن ثانيه، في سموث مسلز ثانيه، وتعمل في يعني ريلاكسيشن زي اللوتيرال مسلز، واللي هو كمان ممكن كمان تفرز الانسولين، ماشي. راح نعرف كيف ان شاء الله. كمان بحكي لك ممكن تعمل فازو دايليشن يعني بلاد فيزلز، بس احنا بدنا البرونكاي بس لانه حالتنا سي او بي دي. هسه هاي في البرونكاي كيف بيكون شغلها بشكل عام؟ بحكي لك الميكانيزم اوف اكشن شغلها بيكون عن طريق كيف؟ انه هاي الادويه يا جماعه، انه انا هاي الادويه بعد ما اخذها انهيلر يعني بعد ما استنشقها استنشاق، اللي بصير يا جماعه انه انا هنا بيكون في عندي هاي مثلا نشرح صوره احسن، هنا بيكون في عندي ايش؟ هنا بيكون في عندك البيتا 2 ريسبتور، يعني هاي الادويه شو اسمها؟ بيتا 2 اجونست. طيب فبدها تروح ترتبط على هاي الريسبتور الموجوده على هاي الخليه البرونكاي، تروح ترتبط عليها يا جماعه، وايش تعمل فيها؟ تحفزها. هاي البيتا 2 ريسبتور هذا الاجونست يرتبط فيها، فهاي الريسبتور يا جماعه راح تتحفز، وهاي الريسبتور يا جماعه بيكون رابط عليها شيء معين، اللي هو ايش هذا الشيء المعين؟ اللي هو الجي بروتين. طيب يمكن الصوره مش واضحه شوي، قربها. فحكينا هون يا جماعه الشيء الاساسي ايش في عندي هنا؟ انه هنا يا جماعه حكينا في عندنا هاي ريسبتور، هاي ريسبتور ايش مالها؟ راح ربط عليها البيتا 2 اجونست، فتحفزت هاي الريسبتور، فلما تحفزت راح تحفزت هذا البروتين اللي هو هاي تركيبته مش معنا طبعا، هذا البروتين، هذا البروتين اللي اسمه جي بروتين، هذا بسموه جي كابلت بروتين، اخذناه قبل هيك. هذا البروتين يا جماعه بس يتحفز ايش بيعمل؟ زي ما بقول لك هون انه هذا البروتين بس احنا حفزناه جي بروتين، جي بروتين طبعا هذا جي كيو ولا جي اس؟ هذا جي اس، ماشي. بحكي لك لما حفزنا هذا البروتين كمان حفزنا معه اللي هو الادينيل سايكليز. طيب لما حفزناهم اثنين زاد عندك السايكليك ام بي، اهم شيء يا جماعه السايكليك ام بي. فالشيء الاساسي في كل اللي حكيناه يا جماعه انه زياده، انا بدي زياده للسايكليك ام بي. طيب فلما حفزت انا هذا الجي بروتين يا جماعه هذا ادى الى انه يصير في عندك عده تفاعلات وانزيم كمان يتحفز معه اللي اسمه ادينيل سايكليز. هذا يا جماعه بس تحفز مع البروتين بيروحوا بيحفزوا مين؟ هذا البروتين هذا مع الادينيل سايكليز بيتحفزوا، بيروحوا بيحفزوا السايكليك ام بي. بس تتحفز السايكليك ام بي ايش اللي بصير؟ بصير في عندنا تحفيز للبروتين اللي اسمه بروتين كاينيز اي. هذا البروتين كاينيز اي ما تتحفز بس السايكليك ام بي زادت وصارت تزيد في جوا الجسم، جوا اللي هو يعني جوا الخليه اسف البرونكاي. فلما صارت تزيد السايكليك ام بي صارت تحفز الانزيم اللي اسمه البروتين كاينيز اي، وهذا البروتين كاينيز اي من اسمه كاينيز يعني بيعمل فوسفوريليشن، راح يعمل لك فوسفوريليشن للجي كيو كابلد ريسبتورز. يعني هاي البرونكاي جماعه بيكون في عليها ريسبتورز مالها جي كيو ترتبط في ايش؟ رابط فيها الجي كيو هنا، ماشي. فبحكي لك انه هذا سايكليك ام بي لما يزود لك هذا البروتين كاينيز، هذا البروتين كاينيز بيروح بيعمل لهاي الريسبتور اللي هي رابط فيها جي كيو، بيروح بيعمل لها فوسفوريليشن. فلما يصير في عندنا فوسفوريليشن لهاي الريسبتور ايش اللي بصير؟ انه ما في عندك دخول للكالسيوم، ما في عندك تحفيز لخروج الكالسيوم داخليا اللي هو عن طريق الاندوبلازميك ريتيكولوم والى اخره. فالفكره اني انا بعد ما عملت كل هذا الشيء اقلل من اللي هو الخروج الكالسيوم انتراسيلولاري. ليش؟ لانه هذا الجي كيو ما حفزته، لان انا الريسبتور اللي رابط عليه انا ثبطته، فهي ما راح تتحفز، فالجي كيو ما راح يتحفز، فما راح يكون في عندك خروج للكالسيوم من داخل الخليه. فالفكره يا جماعه انه انا الكالسيوم بدي احبسه، الفكره في كل الادويه هاي يا جماعه اني انا ما بدي يكون عندي خروج للكالسيوم، فما راح يكون في عندك زياده في خروج الكالسيوم، فبصير في عندك يعني دايليشن في البرونكاي والى اخره. زي ما بحكي لك هنا انه الانتراسيل الكالسيوم ما راح يزيد، وما راح يكون في عندك حساسيه للكالسيوم، يعني ما راح يكون في عندنا زياده داخليه للكالسيوم جوا الخليه. طيب فما دام يا جماعه انا ما في عندي كالسيوم داخلي، اذا الاكتين والمايوسين ما راح يتحفزوا، يعني ما راح يربط عليهم الكالسيوم عشان يعمل كونتراكشن والى اخره. فيش عندي كالسيوم، في عندي انهبيشن للمايوسين لايت تشين فوسفوريليشن، ما في عندي اي تي بي ينصنع عشان المايوسين يرتبط في الاكتين والى اخره، ماشي. فانا ما هيك مناعه الاير واي سموث مسل كونتراكشن، مناعه الكونتراكشن فهي البرونكاي فهي الاير واي، فانا هيك حليت المشكله، لان المشكله كان في عندي اوبستراكشن فيهم في البرونكاي. طيب فالفكره يا جماعه هون الشيء الاساسي انك تحفظ انه السايكليك ام بي بزيد،
ولما يزيد راح يزود من هذا الانزيم اللي هذا الانزيم نهايته، يعني لما زوده خلص خلاص هون الكالسيوم ما راح يزيد داخليا، لان هذا الانزيم بيروح بيضبط هذا الريسبتور اللي ماسك على جي كيو، فانا ما في عندي تحفيز للجي كيو اللي بيزود لك الكالسيوم، هذا الجي كيو بيزود لك الفري كالسيوم، فانا ما في عندي جي كيو، ما في عندي زياده للكالسيوم اللي جوا داخليا يعني، فما في عندك ايش كونتراكشن بشكل عام. هسه بحكي لك انه هون بالنسبه للادفيرس افكتس او السايد افكتس لهذا الدواء اللي هو البيتا 2 ادرينرجيك اجونست، شو مالهم؟ بحكي لك انه في عندنا نوعين من السايد افكتس، سايد افكتس بشكل عام من هون هيك بشكل عام، وفي عندك هذول اللي حط لك عليهم خط هون لهم علاقه انه انا اذا زودت الدوز، فانا اذا زودت الدوز بينتج عن هذا الدواء السايد افكتس هذول الاربعه اللي هو تريمر وتاكيكارديا يعني النيرفسنس يعني خلل في النيرفز والى اخره. اما السايد افكتس الثانيه هذول بشكل عام يصير في عندك كف، يصير في عندك هايبرجلايسيميا، يصير في عندك هايبوكاليميا. طيب ليش هذول بيزيدوا؟ هسا ما بحكي لك هون انه انا الدواء هذا يا جماعه البيتا 2 ادرينرجيك اجونست حكينا ممكن يشتغل في اماكن ثانيه صح، زي اليوتراس والى اخره، زي البنكرياس يزودك من افراز الانسولين والى اخره، ولكن بدنا ننتبه يا جماعه انه شغله بيكون بس على البرونكاي هاي، متى؟ اذا اخذته في دوز قليله. ولكن انا اذا زودت الدوز بحكي لك في الهاي دوزز، اذا انا اخذت هذا الدواء بدوز عاليه ممكن هذا الدواء يا جماعه يصير يشتغل في اماكن ثانيه، يعني يبطل سيلكتيف على هاي البرونكاي بس، لا يمكن يروح يشتغل على القلب، ممكن يروح يشتغل على النيرفز والى اخره، فبيعمل لك مشاكل ثانيه اذا اخذته في هاي دوز. ممكن يعمل لك تريمر يعني رعشه، ممكن يعمل تكارد يعني يشتغل على القلب ماشي، على البيتا واحد في القلب، ممكن يعمل لك نيرفسنس ماشي، هو بيتا 2 صح، ولكن اذا اخذته بدوز عاليه ممكن يشتغل لك على ريسبتورز ثانيه واماكن ثانيه. كمان بحكي لك ممكن من الادفرس افكتس اللي هو كف يعني حكينا القحه، او الهايبر جلايسيميا، او الهايبوكاليميا. شو سبب الهايبوكاليميا؟ بحكي لك انه هذا يا جماعه الدواء مش هي مثلا عندي هون البرونكاي، هذا الدواء شو كان يعمل؟ من الاشياء اللي كان يعملها انه والله فيش عندي هون كالسيوم صح؟ طب انا ما دام فيش عندي هون حكينا ريسبتور هي ثبطها، فما في عندك هون زياده في الكالسيوم، طب الكالسيوم وين بده يزيد يا جماعه؟ اما جوا الخليه او برا الخليه، فراح يزيد برا هون، ما دام انا فيش عندي زياده داخليه، اذا الزياده راح تكون خارجيه صح؟ يعني الكالسيوم كاني حبسته برا، فلما احبس الكالسيوم برا شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير يا جماعه انه انا بدي اعمل معادله كهربائيه، فالبوتاسيوم راح يضل جوا ماشي، يعني انا ما دام في عندي موجب برا اذا لازم يكون في عندي موجب جوا عشان ما يصير في عندك خلل في الكهرباء ومشاكل. طيب ما دام البوتاسيوم ضل جوا الخليه يا جماعه وما راح للدم ايش اللي بصير؟ هايبوكاليميا صح، يعني هايبوكاليميا كيف نتجت؟ انه البوتاسيوم حبسته جوا عشان المعادله الكهربائيه بطلت اطلعه للدم. هسه بالنسبه للنوع الثاني او العلل الثاني من هاي الادويه البرونكودايليترز، في عندنا الماسكارينيك انتاجونست. صراحة هون يا جماعه شو حكينا هنا؟ اجونست صح، عشان اجونست يعني بيحفز هاي هذا الباثوي كامل، بيحفز هاي الريسبتور ما بيضبطها، ولكن لما احكي لك ماسكارينيك انتاجونست، انتاجونست يعني بيضبط اللي هو الريسبتورز المعينه اللي زرعناها كانها، فكلمه انتاجونست يعني انهبيشن يعني تثبيط، اما الاجونست لا، بدنا نعمل هنا اكسايتيشن، بدنا نعمل تحفيز. هسه بالنسبه لهاي الماسكارينيك انتاجونست شو مالها؟ بحكي لك انه هاي الادويه نفس الشيء، نفس اللي هنا بيتا 2 مش حكينا فينا شورت اكتن بتشتغل within minutes، وفينا لونج اكتن يعني بيطولوا في الجسم. طيب نفس الشيء هنا بحكي لك فينا شورت اكتن وفينا لونج اكتن، ولكن هنا ايش الاختصارات؟ شورت اكتن ايش؟ ماسكارينيك انتاجونست ماشي، فهي الام ماسكارينيك هاي انتاجونست، يعني الاس اي هنا والاس اي هنا نفس الشيء، هنا اس اي اس اي وفي هنا ال اي، لونج اكتن شورت اكتن نفس اللي هناك، ولكن هون فينا بيتا، اما هناك فينا ام يعني ماسكارينيك. طيب فبحكي لك هنا ام يعني ماسكارينيك انتاجونست، ولونج اكتن يعني لونج اكتن ماسكارينيك انتاجونست. شو الفكره في هاي الادويه يا جماعه؟ هسه بدنا نعرف يا جماعه انه الشخص بس يتعرض لستيمولس معين هذا النيرف ماله بصير يا جماعه هذا النيرف يفرز لك اشياء معينه، عشان هاي الاشياء المعينه يا جماعه مثلا والله انت تعرض لشيء معين بحاجه الناس اعمل انا والله برونكو كونستريكشن، فاللي بصير انه هاي النيرفز يا جماعه بتتحفز من هذا الاستيمولس، فبتروح هاي النيرفز يا جماعه بتروح من عن طريق هاي اللي هو المنطقه اللي هم بسموها النيرف اندنجز، يعني نهايه النيرف هذا في هاي المنطقه بتصير تفرز اشياء معينه بتروح للبرونكاي عشان تحكي للبرونكاي يلا اعملي كونستركشن، اعملي كونتراكشن. طيب فهاي النيرف اندنجز يا جماعه بتصير تفرز ما يسمى بالاسيتايل كولين. ليش؟ عشان الاسيتايل كولين تروح ترتبط على الريسبتور الموجوده وين؟ في البرونكاي هاي، سموث مسل تبعت البرونكاي، هاي البرونكاي هي كلها هاي برونكاي، بتروح ترتبط على هاي الريسبتورز اللي هو موجوده في البرونكاي عشان تحكي للبرونكاي ايش؟ اعملي كونتراكشن. طيب؟ طب ايش هاي الريسبتورز؟ في عندنا نوعين منهم، في عندنا ام 1 ماسكارينيك 1، وفي عندنا ام 3 ماسكارينيك 3. فاما ترتبط في الام 1 او في الام 3. طب بس ارتبط على هاي الريسبتور ايش اللي بصير؟ اللي بصير يا جماعه انه خلص بصير في عندنا كونتراكشن وبرونكو كونستركشن. طيب ما دام برونكو كونستريكشن وانا في حاله سي او بي دي،
ايش الفكره اللي هون بدي اعملها؟ اللي بدي اعمله يا جماعه انه في سي او بي دي، انا صار في عندي اوبستراكشن، فهذا طبعا فيسيولوجي ماشي، ولكن انا بدي اعمل اي شيء عشان امنع هذا الاوبستراكشن. فايش بدي اعمل انا يا جماعه؟ اخذ ادويه تمنع ارتباط الاسيتايلكولين في هاي الريسبتورز الخاصه فيه، عشان ما يصير في عندك تحفيز للبرونكاي انها تعمل كونتراكشن. بس هاي الفكره في هاي الادويه. فالفكره يا جماعه بدي اخذ ادويه معينه، هاي الادويه بسموها مسكرينك انتاجونست، اسمها انتاجونست. هسه هاي الادويه هاي الريسبتورز اسمها مسكرينك. طب انا ايش بدي اعملها؟ بدي اضبطها، فبدي اسمي الادويه انتاجونست لانه بدي اضبطها. ليش؟ لانه ما فيش عندي ارتباط الاسيتايلكولين على هاي الريسبتورز. فالبحكي لك هنا اللي بصير هنا انه بصير في عندنا كومبيتيتيف، يعني منافسه بين مين ومين؟ بين الاسيتايلكولين اللي هو الفسيولوجي هذا وبين الدواء اللي انا اخذته، يعني بين الدواء اللي اخذته اللي هو مسكنك انتاجونست، انا خليت المسكنك يرتبط هنا بدل الاستالكولين، فما في عندك تحفيز عن طريق الاستالكولين انه يعمل لك كونتراكشن، فبصير في عندك ريلاكسيشن وبصير في عندك يعني برونكو دايليشن. بحكي لك انه الاستالكولين ماله از ريليست فروم نيرف اندنج زي ما حكينا، بيفرز من هنا نتيجه سيمولس معين، وهذا الشيء بيعمل لك كونتراكشن صح، لانه زي ما بحكي لك انه بحكي لك الوضع طبيعي يعمل كونتراكشن، ولكن بحكي لك انه المسكرينك انتاجونست مالها بتعمل بلوك لهذا الكونتراكشن لانه ما خلت الاستالكولين يرتبط على الريسبتورز الخاصه فيه. طيب فعملت بلوك لهذا الكونتراكشن في اللي هو طب بالنسبه لسموث مسل اللي هو البرونكاي يعني. طيب بحكي لك انه هذا كمان بيزيد من اللي هو انسكريشن اوف ميوكاس that occurs in response to vagal stimulation، يعني انه vagal activity. بحكي لك انه اذا الاستالكولين بس يرتبط بيعمل كونتراكشن وبيعمل افراز لاشياء معينه زي ميوكاس والى اخره، فانا بدي امنع كل هاي الاشياء، يعني هو بيعمل بلوك للكونتراكشن ولا زياده افراز الميوكاس ماشي لو كانت عن طريق الاستالكولين. بحكي لك هنا ان the dose given، في الدوز اللي انا اعطيتها من هاي الادويه مسكنك انتاجونست، anti-muscarinic agents inhibit only the portion of response mediated by muscarinic receptors. يعني بحكي لك انه انا بس اعطي دوز من هذا الادويه راح تتنافس يعني الاستايكولين، وبغض النظر عن كميته لانه كميته بتختلف باختلاف الاستيمولس ماشي، فانا بناء على هاي الكميه بدي اعطي دوز تناسب اني انا اكون كومبيتيتيف قوي ومنافس قوي لهي الاستايكولين مهما كان عددها يعني. طيب هون بحكي لك انه نفس الاستيمولس ممكن يؤدي الى انه يصير في عندك افرازات مختلفه بين الاشخاص للاستايكولين، يعني نفس الاستيمولس ولكن الاستايكولين يعني يختلف تركيزه من شخص لشخص ماشي. يعني الدوز بتعتمد على هاي الاشياء. هسه احنا هيك يا جماعه بكون خلصنا البرونكو دايليترز، لانه حكينا مشكلتنا في البرونكا يا جماعه انه في عندي شغلتين اساسيتين او ثلاثه بامكانكم تعتبرهم ثلاث، انه انا في عندي انفلاميشن وفي عندك اوبستراكشن، فانا حليت مشكله الاوبستراكشن عن طريق الادويه بتعمل برونكو دايليشن. هسه بدي اعالج مشكله الانفلاميشن اللي هو الانفلاميشن اللي صار اللي هو المشكله الاساسيه اصلا. طيب ايش هاي المشكله الاساسيه للانفلاميشن؟ كيف بدي اعالجها؟ عن طريق اني اعطي ادويه الكورتيكوستيرويدز بس. فانا بعطي نوعين من الادويه يا جماعه، الشخص اللي معاه سي او بي دي يعطى نوعين من الادويه، الادويه بتعمل لي برونكو دايليشن والادويه اللي بتقيم لي الانفلاميشن، لانه هذا الشخص عنده برونكو كونستركشن وعنده انفلاميشن. طيب فانا بدي احكي لك هسه عن الكورتيكوستيرويدز، ايش مال هذا الكورتيكوستيرويدز؟ بحكي لك انه انا بالاضافه الى انه في عندي انهيليشن، طبعا اغلب الادويه يا جماعه اذا بتلاحظوا كلها انهيليشن. ليش انهيليشن؟ بخاخ وما بخاخ، لان الفكره يا جماعه انه هذا الجهاز التنفسي هو من اكثر الاجهزه اللي متعرض او اللي هو اكسبوجر للبيئه الخارجيه، فهو قريب من البيئه الخارجيه بشكل كبير. فانا ليش اعطي دواء والله يروح مثلا اعطي دواء مثلا اي في او اعطي دواء اورالي ولسه بده يصير له مثلا اورالي ابزوربشن وبعدين يدخل الدم والى اخره بعدين يوصل اللنج؟ لا، طب انا اعطي دواء يا جماعه ما دام اللنج انا فاتحه على البيئه الخارجيه، اعطي دواء يدخل مباشره على اللنج. طيب عن طريق التنفس، لانه انت هواء اللي بيدخل اللنج، فانا اعطي دواء هوائيا يدخل اللنج على السريع بدل ما يصير له يعني يدخل السيستميك سيركيليشن والى اخره. فالفكره هون يا جماعه انه دائما الادويه او اغلبها يعطى انهيليشن الا في حالات معينه راح نذكرها ان شاء الله، لكن بشكل عام انهيليشن. وحتى كمان هذا بفيدنا يا جماعه في البايو افيلابيليتي، هل الدواء صار له ابزوربشن اذا اخذته اي في ولا لا، يعني مشاكل، او اذا اخذته اسف اورالي ولا لا، فمشاكل كثير يعني في هذيك في الروتس الثانيه، فانا باخذ انهيليشن اسهل لي واقل ادفيرس افكتس واحسن واسرع. في عندي شغلتين زي ما حكينا، في عندنا اوبستراكشن وفي عندنا انفلاميشن، فانا بدي اعالج الحالتين يا جماعه، بدي اعالج الشغلتين. فالبخاخ هذا يا جماعه الشخص بده ياخذه، اما بده يكون في البخاخ نفسه يكون في الدوين هذولا اللي بيعالجوا الاوبستراكشن واللي بيعالجوا الانفلاميشن، يعني الكورتيكوستيرويد ويكون في برونكو دايليتر، او انه يكون مثلا الشخص معه بخاخين ماشي. فالفكره انه انا لازم اخذ هذول الدوين مع بعض ماشي، عشان انا صح بدي اعالج والله الاوبستراكشن وبشكل يعني سريع والى اخره، يعني الحاله الاكيوت بدي اعالجها، بس كمان تنساش انه انا في عندي حاله كرونيك اللي هو الانفلاميشن ولازم اعالجه، لانه لقدام ممكن يصير في عندك مشاكل اكثر والى اخره، لان هاي النوع من الاهمال يعني صارت. فانا مش بس بدي اعالج السيمبتومز، لا كمان بدي احاول اعالج الاشياء من الجذور نفسها اللي هو الانفلاميشن.
طيب فبحكي لك انه في عندنا الادويه هاي اللي هو الكورتيكوستيرويدز، هاي تعتبر انتي انفلاماتوري دراجز. شو معنى هذول الادويه؟ بحكي لك دي اديشن، اضافه اللي هو يعني الاضافه البرونكودايليتر لهاي الادويه الاي سي اس، لما انا اضيفه مع البرونكودايليتر يعني اخذ شيء انتي انفلاماتوري وانتي او برونكودايليتر بنفس الوقت. شو معنى هذول الاشياء شغلتين هذول الكومباينيشن؟ طبعا الكومباينيشن جماعه والبلانز راح ناخذهم ان شاء الله بشكل تفصيلي لقدام باذن الله. طيب يعني متى بتعمل كومباينيشن من هذا الدواء وهذا الدواء بالانتي انفلاماتوري والبرونكودايليتر، بين اللونج اكتن والشورت اكتن والى اخره، راح ناخذهم ان شاء الله. بس بحكي لك انه انت لما تعمل كومباينيشن بشكل عام هذا راح يقلل من السيمبتومز، لانه والله سيمبتومز مثلا اوبستراكشن نتج عنه كف والى اخره، ونتج عنه مثلا بريثلسنس والى اخره، فلما اخذ والله برونكودايليتر راح يقلل السيمبتومز. طيب كمان راح احسن من اللونج فانكشن، طيب هذا راح احسن من اللونج فانكشن، لانه مثلا انا باخذ انتي انفلاماتوري فبقلل من الانفلاميشن، فوظيفه اللونج بتصير اقوى، يعني الخلايا بتصير احسن واقوى. طيب كمان الكواليتي اوف لايف في الـ COPD patient، ماشي الـ quality of life يعني الشخص بيصير زيه زي أي شخص ثاني كأنه ما فيش عنده مشكلة أصلا. طيب بحكي لك أنه with patients مالهم patients with، يعني لما يكون الـ patients هذولا لما أحسب لهم أو أعملهم هذا الاختبار اللي هو الاختبار اللي هو forced expiratory volume in one second، لما أعملهم هذا الاختبار ويكون الهواء اللي طلع نتيجة الـ expiration الفورس القوي، الـ expiration اللي عملته القوي قديش حجم الهواء اللي طلع، طبعا راح تاخذوه في الفسيولوجي ان شاء الله، بس هو تعريفه يعني قديش الحجم الهواء اللي طلع في ثانية واحدة بعد ما عملت اكسبيريشن كثير قوي. طيب اذا الاصل انه يكون تقريبا 70% او 65 ومن 65 الى 70 يعني، بس اذا كان اقل من 60% اذا هذا الشخص عنده اوبستراكشن وعنده يعني فيش عنده هواء يطلعه اصلا، لانه كان في عندهم يعني برونك او بلمونري ايش اوبستراكشن، فما استقبل هواء عشان يطلعه اصلا. طيب فهذا مؤشر انه والله هذا الشخص عنده اوبستراكشن، فاذا كان الشخص عنده اوبستراكشن انا بستخدم هذا الكومباينيشن عشان اعالج هذا الاوبستراكشن عن طريق البرونكودايليتر واعالج الانفلاميشن مثلا بشكل عام. فانا بستخدم هذا الكومباينيشن عند نوعين من الاشخاص، الاشخاص اللي عندهم بعد ما عملت هذا الاختبار كان عندهم نسبه الهواء اللي طلع الفوليوم اقل من 60% يعني عندهم اوبستراكشن وفيش عندهم هواء كثير، او الناس اللي عندهم سيمبتومز، بحكي لك سيمبتومز اوف بوث ازمه اند سي او بي دي، يعني الشخص يكون عنده سي او بي دي كمان مع ازمه. فانا بستخدم هاي الادويه يا جماعه لان الشغلتين هذول فيهم انفلاميشن فبستخدم الكورتيكوستيرويد، فيهم ابستراكشن فبستخدم والله البرونكودايليتر. طيب بحكي لك هاويفر يعني على الرغم من انه الكورتيكوستيرويد هذا الانهيلر يعني يأخذ عن طريق الانهيليشن في السي او بي دي ماله، ممكن هذا يا جماعه الدواء هذا اذا كان الشخص عنده سي او بي دي لحالها بدون ازمه، هذا الشخص يا جماعه ممكن يكون ممنوع انه ياخذ الكورتيكوستيرويد. طب ليش؟ لانه وجدوا ان الكورتيكوستيرويد عند الناس اللي عندهم سي او بي دي لحالها ماشي ما عندهم ازمه، لا بس عندهم سي او بي دي، وجدوا انه هذا الدواء هذا الكورتيكوستيرويد ممكن يعمل نومونيا، التهاب في الرئتين ماشي، يعني يزود الحاله سوءا. كما بحكي لك يا جماعه انه هاي الادويه اللي هو الكورتيكوستيرويد شمالها used for acute exacerbation، تستخدم في الحالات الاكيوت ماشي، ولكن بحكي لك انه الاورال منهم الاورال كورتيكوستيرويد مالها not recommended for long term treatment of COPD، يعني هاي الادويه يا جماعه الاصل اني اخذها انهيليشن بس في حالات معينه بدي اخذها اورالي. طيب طب هل هاي اذا اخذتها اورالي اداوم عليها اخذها فور لونج تيرم؟ لا ما بصير اخذها فور لونج تيرم. ليش؟ لان يا جماعه هاي الادويه بس اخذها اورالي، مثلا شخص اخذ هاي الادويه اورالي مثلا دخلت ثمه، هسه الاصل انه هاي الادويه يا جماعه شمالها الكورتيكوستيرويد الاصل انه يكون تاثيرها، انا بدي تاثيرها بس يكون على مين؟ على اللنج اللي هون صح، مثلا اخذ هذا التبخيره مثلا او البخاخ، هذا اخذ هذا البخاخ وخلص الدواء دخل هون الكورتيكوستيرويد عشان يعالج الانفلاميشن هون. ولكن ننتبه يا جماعه انه اذا الشخص اضطر انه ياخذ الدواء اورالي لحالات معينه راح ناخذها ان شاء الله، واخذ الشخص هذا الدواء اورالي بدنا ننتبه انه هذا الدواء الاورالي ما ياخذه لايام طويله ولفترات طويله. ليش؟ لانه ما دام الشخص باخذ الدواء اورالي ممكن هذا الدواء يا جماعه يروح مثلا للسيستميك سيركيليشن، يصير له ابزوربشن ويدخل للسيستميك سيركيليشن والى اخره، فيعمل لك مشاكل معينه. طيب يعني يصير يعني يشتغل في اماكن مختلفه في الجسم مش والله بس على اللنج، ويعمل لك مشاكل. فانا ما باخذه كلونج تيرم، لا باخذه كشورت تيرم، يعني ما باخذه لفترات كثير طويله وايام وسنين لا. طيب بس بحكي لك انه هاي الكورتيكوستيرويدز يا جماعه شو مالهم؟ الانهيلد كورتيكوستيرويدز يعني باخذها عن طريق الانهيليشن، في عندنا عده ملاحظات عليهم. بشكل اساسي الكورتيكوستيرويد اللي بيعملوه بشكل اساسي انهم يعتبروا انتي انفلاماتوري. طب كيف يعني يعتبروا انتي انفلاماتوري؟ ايش بيعملوا يعني؟ طب كيف بتعمل الانتي انفلاميشن او انتي انفلاماتوري اكشن يعني؟ هسه بدنا نعرف يا جماعه انه انا في عندي مثلا هاي خليه، وهي الخليه فيها فوسفوليبيد زي ما بنعرف، طبعا فككم من الرسم يا جماعه. هذا الفوسفوليبيد يا جماعه شو ماله؟ بيحتوي على انزيم بسموه الفوسفولايبيز A2،
طيب اذا هذا الفوسفوليبيد فيه انزيم اسمه فوسفولايبيز A2، يعني قريب من اسمه فوسفولايبيز A2. شو وظيفه هذا الانزيم يا جماعه؟ وظيفه هذا الانزيم يا جماعه انه ينتج لك ما يسمى بالاراكيدونيك اسيد. يعني هذا الانزيم يا جماعه موجود عند الفوسفوليبيد ووظيفته انه ينتج لك الاراكيدونيك اسيد، بيحول الفوسفوليبيد لاراكيدونيك اسيد. طيب هذا الاراكيدونيك اسيد يعني تم انتاجه في الفوسفوليبيد عن طريق هذا الانزيم، صح؟ صار زي تركيزه هنا. طب هذا الاراكيدونيك اسيد يا جماعه بس يتم انتاجه عن طريق هذا الانزيم، ايش اللي بصير؟ هذا الاراكيدونيك اسيد يا جماعه في قدامه واحد من هذول الطريقين. طيب هذول الطريقين يا جماعه، اما الطريق الاول اللي بيصنع لك بروستاجلاندين، ماشي، الطريق الاول اللي بيصنع لك بروستاجلاندين، او الطريق الثاني اللي بيصنع لك لوكوتراين. طيب اما الطريق هو يسلك طريق اللي بيعطيك، طبعا كيف يسلك طريق؟ عن طريق ايش؟ الانزيم اللي اشتغل عليه، فيمكن الانزيم اللي اشتغل عليه يخليه ينتج بروستاجلاندين، ماشي، او يمكن الانزيم اللي اشتغل عليه يخليه ينتج لوكوتراينز. طيب فاذا الانزيم كان لايبو اوكسجينيز راح ينتج عن هذا الشيء لوكوتراينز. طبعا مش معك تفاصيل يا جماعه بس نعرف انه هاي اللوكوتراينز هي بتعمل لك انفلاميشن. طيب اما الباثوي الثاني، الباثوي هذا يا جماعه اللي بينتج لك لوكوتراينز هو بيعمل لك انفلاميشن، اما الباثوي الثاني اللي هو بينتج لك ايش؟ بروستاجلاندين عن طريق السايكلو اوكسجينيز، ملوش دخل في الـ في الـ في الانفلاميشن، بس احنا بهمنا انه نقفل هذا الباثوي. طيب طب كيف بدي اقفل هذا الباثوي؟ انا مش بدي اقفل والله امنع تحويل اراكيدونيك للوكوتراين، لا، يعني مش بدي اقفل من هنا، لا، انا بدي اقفله من البدايه. يعني البدايه كانت ان انا احول فوسفوليبيد لاراكيدونيك اسيد، فانا بدي اقفل هاي الخطوه عن طريق اني اقفل هذا الانزيم. فالفكره في هاي الكورتيكوستيرويدز انها تشتغل على هذا الانزيم وتقفله، يعني تضبطه، فانا ما في عندي تحويل الفوسفوليبيد لاراكيدونيك اسيد، فانا ما فيش عندي الباثوي اصلا من البدايه. طيب بيحكي لك ذات ار ريكومندد، ريكومندد يعني يوصى بها، يعني الاحسن نستخدمها، ماشي، عن طريق اللي هو الجولد، يعني هي منظمه بتوصي انه احنا نستخدم الكورتيكوستيرويدز از فيرست لاين مينتنس، يعني احنا نستخدم كتريتمنت فيرست لاين، هو التريتمنت الاول كانتي انفلاماتوري دراج في اللي هو سي او بي دي، ماشي، كيسز وذ ريبيتد اكزازيربيشنز، مع انه يعني هذا الشخص يكون في عنده اكزازيربيشنز كثيره، يعني هذا المرض كرونيك يكون في هذا الكرونيك كثير حالات او كثير مانيفستيشنز بشكل فجائي وهيك، يعني اكزازيربيشنز كثيره، فالافضل شيء عند هذا الشخص انه نستخدم له الادويه الكورتيكوستيرويدز، يعني عالج الجذور الاساسيه للمرض. بحكي لك انه هنا الاورال جلوكوكورتيكوستيرويدز، طبعا الكورتيكوستيرويدز له انواع كثير، منها جلوكوكورتيكوستيرويدز. هذا يا جماعه الجلوكوكورتيكوستيرويدز الاورالي، يعني لما ناخذه بشكل اورالي شو ماله؟ كان بي افكتيف، ممكن يكون كويس وفعال ان تريتن اوف اكيوت اكزازيربيشن، يعني في الحالات الاكيوت. يعني احنا حكينا يا جماعه الاصل في الكورتيكوستيرويدز ايش تكون؟ تكون انهيلر، صح؟ يعني تكون ناخذها عن طريق الانهيليشن، هذا بشكل عام، ولكن في بعض الحالات يا جماعه بتكون الحاله كثير اكيوت او تكون الحاله سيفير، او مثلا بيكون في عندنا لازم الدواء يظلوا في الجسم اكثر، فانا ما بصير اخذه عن طريق الانهيليشن، لا، بدي اخذه اورالي، ماشي. ولكن زي ما حكينا قبل شوي هون يا جماعه انه حتى لو بدي اخذه اورالي but not recommended for long term، ما بناخذه كلونج تيرم، لانه هذا الكورتيكوستيرويد يا جماعه اذا اخذته كلونج تيرم اورالي ممكن يعني يروح يدخل سيستميك سيركيليشن والدواء ينتشر في الجسم ويعمل لك ادفيرس افكتس كثيره، ماشي؟ يعني يروح على الليفر مثلا، يروح على اماكن ثانيه، فياثر على الجسم بشكل عام، فما بصير. بحكي لك 5 دايز، يعني استخدامهم هل انا بستخدمه طول الحياه؟ لا، بحكي لك 5 دايز اوف ستيرويدز ورك از ويل از 10 اور 14 دايز، يعني بيحكي لك ما دام هاي الادويه الكورتيكوستيرويدز، هاي الادويه يا جماعه لها ادفيرس افكتس كثيره، فعشان هيك انا ما بستخدمها لفترات طويله، بحكي لك بستخدمها 5 دايز، 5 ايام ل 14 يوم، 10 ايام مثلا، ماشي، فما بستخدمها لفترات ولسنوات يعني.